وللحديث عن الاتهامات للنظام الإيراني بابتزاز العراق عبر إمدادات الغاز والديون المترتبة، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي صاحب. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. نحو 3 مليارات دولار سلمها العراق لإيران، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التدفقات لمليارات الدولارات بناء على ما يحصل عليه العراق من إيران من غاز أو من كهرباء، يعني قطع الكهرباء في العراق وعدم إمداد إيران للعراق بالغاز. هذه الأمر بين هذه المصلحة الازدواجية بين الحكومة الحالية في العراق وحتى الحكومات التي سبقتها مع إيران تسبب أزمات ومآسي للعراقيين في فترة الصيف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم إمداد إيران بالغاز للعراق. يا ترى هذا الأمر، يعني هل تتوقع أنه يخضع لابتزاز وضغط إيراني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مسائية لك ولجمهورك وللعراقيين جميعا. حقيقة الحديث عن الغاز وعدم توفره في العراق رغم وجوده وبسهولة وبكثرة باعتباره غالبا ما يكون مصاحبا لعملية إخراج النفط الخام، ربما حديث ذو شجون وحديث مؤلم إذا ما عرفنا بأن العراق يعتمد كليا على الجارة إيران من استيراد الغاز التي طالما بين الحين والآخر تشح عليه رغم أنه يشتريه بملايين الدولارات، وبالتالي نكون كمن يستجير بالرمضاء من النار. المشكلة الأكبر أن أمريكا فرضت على العراق عدم استخدامه أو عدم تطوير قطاع الطاقة ولمدة قد لا تقل عن 25 عام، الأمر الذي جعل السبب أو جعل ربما العذر لدى السياسيين بأن هناك من يحاول أن يعرقل استخراج الغاز من الحقول العراقية، ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك إذا ما عرفنا بأن العراق قد أصبح لإيران الرئة التي تتنفس بها خاصة بعد الحصار المفروض عليها. لذلك هذه الأموال الطائلة، ورغم أن العراق يشكو من قلة الأموال وربما يشكو من عجز في الموازنة يقدر بحدود 64 تريليون دينار عراقي، الأمر الذي يدعو إلى استهلاك طاقته من الداخل إلى الاعتماد على منتوجاته وليس الغاز وحده ممن يشكو منه العراقيين. تصور حتى المواد الغذائية أو المواد الزراعية التي باستطاعة العراق بسهولة أن يزرعها هو لن يستثمر حتى لا أرض ولا ماء، واعتمد على الجيران من استيراد، الأمر الذي كلف العراق ويكلف بحدود 70 مليار دولار شهريا سنويا استيراداته الخارجية. لكن موضوع الغاز له ربما بعد آخر، قد يكون بعده سياسي أكثر من البعد الاقتصادي، وبالتالي هناك ضغوطات أو هناك أجندات تفرض وجودها وهيمنتها على الداخل العراقي تجبره بأن يكون مستوردا للغاز الإيراني. ولكن مع كل هذا وكل ما تقدم فإن إيران بين الحين والآخر تقطع الإمدادات، الأمر الذي ينعكس سلبا على واقع الكهرباء في العراق، والجو العراقي لاهب جدا ولا يتحمله أي إنسان. نعم، العقوبات الأمريكية عندما ننتقل إليها، هي الغرض منها والهدف منها أمريكيا هو تحديد نفوذ إيران في المنطقة، ولكن العراق عندما يمد إيران بعائدات تزيد على 20 مليار دولار سنويا بحسب التقارير، يعني هذا الأمر كيف يكون العراق متنفسا رئويا لإيران، وهنا سيكون بالضد مما تريده الولايات المتحدة هو تحديد النفوذ الإيراني وما يترتب عليه من عقوبات تمتد إلى الاقتصاد. وهذا ما لمسنا يا سيد العزيز، وهذا ما دفعنا ثمنه عندما أوقف الفيدرالي الأمريكي أموال النفط العراقي، وكان يعطي تقريبا بحدود 3 مليار دولار شهريا فجعلها مليار واحد فقط باعتبار أن الأموال تذهب أو تهرب لإيران بعدة طرق سواء برا أو جوا أو ربما حتى بحرا.
نحن ندفع ضريبة فرضها علينا المحتل من جهة، ونحن ندفع ضريبة أخرى وهي ضريبة الولاءات الخارجية. اليوم العراق بلد تشوبه الخلافات من الداخل بسبب هذه الأجندات، بسبب فرض الإيرادات، وبالتالي الاقتصاد العراقي ربما يكون منهارا. لا توجد حتى على مستوى المعامل البسيطة تنتج ما يلبي احتياجات المواطن العراقي. إن تسألني عن الأموال، فالأموال تستطيع أن تصل إلى إيران بعدة طرق، وقد تكون الفدرالي الأمريكي أو الخزانة الأمريكية أعدت تقارير بهذا الشأن، وحددت حتى بعض المصارف التي أغلقتها فيما بعد في تعاملها مع إيران، الأمر الذي ازداد سوءا وأربك السوق العراقية مرة، واستطاع من خلال هذه العقوبات أن يرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. في كل الأحوال يكون المواطن العراقي هو الخاسر، ويكون الاقتصاد العراقي في حالة ركود أو ربما في حالة تلاشي بسبب هذه العقوبات أو بسبب هذه الأجندات إن صح التعبير. نعم، هذه الأزمات طبعا هي ليست وليدة اللحظة، فمنذ عام 2003 وإلى الآن في كل سنة في كل صيف المواطن العراقي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي في حر الصيف اللاهب الذي له خصوصية على مستوى العالم. العراق هو أكثر منطقة ربما ترتفع فيها درجات الحرارة، رغم ذلك منذ 2003 إلى الآن انظر كم سنة مرت. يعني هل من المعقول أن العراق يخلو من العقول لهذه الدرجة بحيث لا تكون هناك أي خطط خمسية عشرية 15 سنة 20 سنة من أجل توفير الكهرباء، من أجل الاستفادة من الغاز المصاحب الذي يذهب هباء منثورا في الهواء هكذا، يعني في الفضاء غاز مصاحب خسارته خسارة العراق أكثر من مليارات الدولارات بسبب هذا الغاز المصاحب في الشعلات الموجودة في العاصمة وفي بيجي وغيرها من مناطق العراق. يعني هل تملك حكومة السوداني، وهي آخر حكومة من حكومات المتعاقبة، أي خطة أو مشروع لإمداد المواطن العراقي بتوفير الغاز وإمداده بالكهرباء؟ يعني أولا خلي يعرف المشاهد العراقي بحدود 80 مليار دولار صرفيات الدولة على قطاع الكهرباء، ولحد هذه اللحظة لا توجد لدينا محطات رصينة، بل لدينا أكثر من حالة استثمار من أكثر من 4 إلى 5 دول من أجل تجهيز العراق، ربما يكون من أولها إيران ومصر والسعودية، وربما حتى طلبنا الكهرباء من الأردن في وقت كنا نستطيع أن نهيئ هذه المحطات، لا سيما ولدينا محطات عملاقة قد تكون هي الأولى في الشرق الأوسط مثل محطة المسيب الحرارية ومحطات أخرى كان لها الدور القوي في حتى أيام الحصار. لكن المسألة الغاز وعدم استطاعة العراق تصنيعها أو استخراجها هذه كذبة يفتريها السياسي من أجل أن يصدقها المواطن. العراق في تلك السنوات التي مرت قبل التغيير كان يستخرج هذا الغاز، وبالمناسبة ليس من الصعب استخراج الغاز المصاحب إلى النفط، ولكن على ما يبدو كما قلت لك هي سياسة الأجندات هي من تفرض علينا أن لا يكون الغاز مصنع من داخل العراق. سمعنا بالفترة الأخيرة بأن حكومة السيد السوداني ومن خلال استثمارات وربما مشاريع قادمة قد نلجأ إلى استخراج الغاز، ولكن أنا أشك في هذه المبادرة باعتبار أن الخارج يفرض علينا أجنداته بقوة، ولدينا من الداخل من يتسامح ويتساهل في بسط هذه الأمور ليكون مبيعات الغاز كما ذكر تقريركم بملايين بمئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي يثقل كاهل الدولة وكاهل الخزينة لا سيما ونحن مديونين إلى الخارج بحدود 100 مليار دولار. يعني إلى كم سنة يبقى العراق يسدد حتى يستطيع خلاص هذه الديون التي تزداد كل سنة باعتبار تترتب عليها أرباح؟ سيدي العزيز، للأسف الشديد في هذا البلد لا توجد صناعة مؤثرات حقيقية ولا توجد منجزات واقعية، وكل ما نسمعه هو ربما يعني لغرض الكسب الانتخابي أو لغرض الإعلان الانتخابي إن صح القول، وبالتالي يسمع العراقي لكن أبداً لن يصدق بأقاويل حتى المسؤولين الكبار. نعم. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب، شكراً جزيلاً لك.